السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين لهذا اليوم. في استاد الدوحة، مدير عام شبكة قنوات الكاس: المجلس لن يضم أبدا عنصرا نسائيا. في البيان الإماراتية: السركال كرسي آسيا لن يفرق بيني وبين سلمان. في الوطن القطرية: حكيم شاكر أعدائي وراء إنجازاتي. في الراية: الشيخ عيسى بن راشد: الأشقاء في قطر كبروا السالفة وضحوا بمدربهم. الوطني: فهد ثاني مطالب ببناء ما هدمه أوتوري. محمد علي المهندي كتب في الشرق القطرية: ما يحك ظهيرك إلا ظفيرك. محمد السلوم كتب في الرياضية السعودية: السائح الهولندي ريكارد. عز الدين ميهوبي كتب في الوطن القطرية: العوربة تلغي الأوربة. عصام سالم كتب في الوطن القطرية: قصة تجربتين. صادق بدر كتب في الوطن الكويتية: المدرب الوطني مظلوم. محمد سعيد كتب في القبس الكويتية: الفشل يحتم المراجعة والتغيير. محمد طوق كتب في الوسط البحرينية: ما بعد خليجي 21. في الأيام البحرينية: الشيخ أحمد الفهد: لسنا أغلى من أمير الكويت الذي حضر إلى بغداد في القمة العربية. عالميا: في بيلت الألمانية: رومينيغا غوارديولا سيجعل البايرن والكرة الألمانية أكثر بريقا. دومينيك فيفيل كتب في الغارديان البريطانية: أموال الملياردير الروسي لا تكفي لشراء حب غوارديولا. في سبورت الإسبانية: بيليغريني: تفوقنا على البارسا في الشوط الثاني ولكننا لم نتأهل بعد. في ليكيب الفرنسية: إبرا: لا أحمل لميسي ورونالدو إلا الاحترام ولم أسخر منهما. لأن ختام خليجي 21 في البحرين اقترب غدا، اليوم الختامي للمونديال الخليجي، الكويت بمواجهة البحرين في 3 عصرا لتحديد المركز 3، وفي 6:45 كلنا على الموعد مع الإثارة. المنطق ولا شيء غير المنطق فرض نفسه في هذه النسخة، فأوصل أفضل المنتخبين في المجموعتين مباراة النهائي. الأبيض الإماراتي بمواجهة المنتخب العراقي غدا في نهائي خليجي 21، والجرائد المحلية والخليجية تشيد بالمدربين الوطنيين الإماراتي مهدي علي والعراقي حكيم شاكر، وتهاجم المدربين الأجانب. نبدأ جولتنا الخليجية من هنا من قنوات الدوري والكأس، حيث أعلنت شبكة قنوات الكأس الفضائية القطرية نتائج مسابقة أفضل رأي للجماهير على هامش خليجي 21 في البحرين بالتعاون مع موقع كورة الإلكتروني. وكشفت لجنة التحكيم عن الفائزين 3، وهم محمد بن عبد الوهاب آل عبد الوهاب من السعودية، جراح حمد الحسيني من الكويت، عبد المحسن الجهني من السعودية أيضا. إذا ندخل على موقع الكأس بالضغط على الأيقونة الخاصة بالجائزة، يمكننا أكيد قراءة المقالات الفائزة بالمراكز 3 الأولى، ضغطة على الأيقونة الخاصة، تابع معا أسماء الفائزين بجائزة اربح دعوة لحضور نهائي خليجي 21. المركز الأول مقال عنوانه كأس الخليج العربي بقلم محمد بن عبد الوهاب آل عبد الوهاب من السعودية، كما نشاهد هذا المركز الأول. بالنسبة للمركز الثاني، المقال الثاني عنوانه مونديالنا الخليجي بقلم جراح حمد الحسيني من الكويت. المقال الثالث بعنوان العقل والقلب نور الحياة وضياء الدرب بقلم عبد المحسن الجهني من السعودية. الفائزون 3 بالإضافة إلى الجائزة النقدية فازوا برحلة مدتها 3 أيام إلى البحرين لحضور نهائي خليجي 21 غدا بين العراق
والإمارات. إذن ألف مبروك للفائزين الثلاثة. عمر، نبقى في أجواء قنوات الكاس، حيث حل عيسى بن عبد الله الهتمي مدير عام شبكة قنوات الكاس ضيفا على صفحات جريدة استاد الدوحة، فماذا قال عن خليجي 21؟ استعدادنا لخليجي 21 كان قبل البطولة بستة شهور. أنتجنا 21 برنامجا نبث على الهواء من 10 صباحا وحتى 3 مساء بدون توقف لايف. أنا راض عن تغطية القناة في بطولة كأس الخليج. نحن مؤمنون بالبرنامج ونؤمن به. بصمة في الحوار الرياضي والمجلس. برنامج لا يوجد في أي تلفزيون في المنطقة. هي فكرة نادرة وجاءت من وحي التقاليد والتراث القطري والخليجي. هو مجلس عفوي يعكس تلفزيون الواقع. كل شخص يتكلم وهو مسؤول عما يقوله. والمجلس لن يضم أبدا عنصرا نسائيا، لأن البرنامج انعكاس لتقليدي وتراث قطر وخليجي. لدينا 12 مذيعا وخمسة مخرجين، والشباب القطري موجود في كل التخصصات بقناة الكاس. حكمتي في الحياة: العمل عبادة، وهذه رسالة أتمنى أن تتفهمها الأجيال الشابة في قناة الكاس. يوسف السركان رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي أكد أن رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منصب رياضي لن يفرق بينه والشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد البحريني. السركان قال في حواره مع جريدة البيان الإماراتية أن الإحساس الذي ينتاب عشية مواجهة المنتخب العراقي في نهائي دورة كأس الخليج العربي هو قدرة الأبيض على الفوز بالكأس. السركان شدد على أن مباراة الغد لن تكون سهلة، فالمنتخب العراقي ليس سهلا ولدي عناصر جيدة وجهاز فني متمكن. ما تحقق إنجاز للكرة الإماراتية، وإذا تحقق اللقب فهو تتويج لهذا العمل الذي قمنا به. وإن لم يتحقق لا قدر الله، فسبق وأن قلنا في كأس الخليج ليس بالضرورة الفريق الأفضل أن يحقق اللقب، احتراما لقيادات الاتحادات غير الحاضرة في الاجتماع وتمثل غرب